احنا هذا ممثلين على طلاب ممنوحين شؤون المغرب، طالبين الجهات المعنيه جزاها الله خيرا تتدخل ولا تلغي من احنا هذا اللي المغرب اعطاته وثائق تاكد علينا دول المجاوره سامحه لهم قرايه التلاميذ عن بعد، لذلك طالبين الجهات المعنيه جزاها الله خيرا تتدخل في القضيه وتسجلنا دوله ونقراوا عن بعد دول مستعدين ونبغوا الغاء من احنا، جزاكم الله خيرا.